أجواء التفاؤل التي أشعها اتفاق ستوكهولم تبددت مع رفض الحوثيين الانسحاب من مدينة الحديدة وموانئها. يتجه المبعوث الأممي مارتن جريفيث إلى صنعاء لإنقاذ الاتفاق الذي كان أول نقطة ملموسة نحو الحل في اليمن. جريفيث سيجتمع في صنعاء مع قيادات حوثية، وعلى جدول المناقشات أسباب إخفاق جولة المشاورات الثانية بين الحكومة والانقلابيين، بحضور متوقع من الجنرال باتريك كاميرت رئيس فريق المراقبين الذي سبق جريفيث إلى العاصمة اليمنية. من المتوقع أن يشدد المبعوث الأممي للحوثيين على ضرورة إنهاء مسألتي تسليم الميناء والانسحاب من مدينة الحديدة، في ظل إصرار الانقلابيين على الالتزام بمواقعهم فيهما. ووفق مصادر للعربية، سيتطرق جريفيث إلى العمل على تعريف السلطة المحلية التي ستتولى إدارة الحديدة ومينائها، نظراً إلى اتهامات الحوثيين بالمراوغة في هذه النقطة. وفيما يخص الجولة المقبلة من المحادثات اليمنية المقررة هذا الشهر، أضافت المصادر بأن جريفيث سيربط عقدها بتحقيق اختراق نوعي وواضح في تنفيذ مقررات ستوكهولم والقرار الأممي 2451، لا سيما ما هو متعلق بالوضع في الحديدة. أرفد الجنابي، العربية. أكدت مصادر